بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الانبياء وسيد المرسلين. انا الناطق الرسمي باسم جبهه اليرموك. نقوم الان باقتحام سجنه المهلب، وهي مكان تواجد سبيحه الاسد وعناصره، ردا على ما يقوم به بشار الاسد من مجازر ضد اهلنا المدنيين، وردا على اخواننا المدنيين الذين قتلتهم سبيحه الاسد والقتهم في نهر غويق الذي اصبح اسمه نهر الشهداء ونهر الذهب. تكبير الله.